سماعة طبية ذكية جديدة لكشف قصور القلب إلى يومنا هذا. ونظرا لتداخل أعراض قصور القلب مع كثير من الأمراض القلبية والرئوية الأخرى، فضلا عن تشابه أعراضه السريرية، يستغرق الأطباء وقتا طويلا نسبيا في سبيل الوصول إلى التشخيص الصحيح. من هنا للضرورة الملحة في توفير الوقت والحصول على تشخيص بزمن أقل. كان اختراع سماعة طبية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتشخص قصور القلب أثناء القيام بالاختبارات الجسدية. طبق الباحثون خوارزمية ذكاء اصطناعي جديدة تستشعر في غضون 15 ثانية وجود حالة ضعف قلبي أو مشكلة ضخ دموي غير كافي، بحيث تم دمج هذه الخوارزمية مع سماعة الطبيب الذكية المتوفرة تجارياً الذي يسجل مخططاً لكهربائية القلب مع أصواته في موقع واحد من الصدر. هذا الدمج مكنهم من تقديم تشخيص فوري لقصور القلب. لقد وجد فريق الدراسة أن هذه التقنية سجلت حساسية بنسبة 91% ونوعية بنسبة 80% عند مقارنتها مع اختبارات التشخيص الروتينية المتطلبة للوقت والتكلفة المادية. هذا رابط متجر بيع السماعة في وصف الفيديو. تقبلوا تحياتي.